بين عمليات إنقاذ وترحيل ورفض للتوطين، يدور ملف الهجرة على طاولات دول الاتحاد الأوروبي المعنية وليبيا باعتبارها بلد عبور مفتوحة على مصراعيها، تسعى خلال اجتماعاتها لإيجاد حل جذري للحد من الظاهرة. ليبيا التي تستقبل كل عام آلاف المهاجرين جددت على لسان وكيل وزير الداخلية بالحكومة المقترحة رفضها توطين المهاجرين وفتح مراكز إيواء داخل ليبيا في لقائه مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وممثلين على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وضمن برنامج العودة الطوعية لا تزال الجهات المعنية تواصل ترحيلها للمهاجرين، كان آخرها ترحيل 11 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا من مركز إيواء جنزور بعد أن استلمتهم ليبيا وأتمت إجراءاتهم القانونية الخاصة بهم. الجهاز أكد على قيامه بترحيل ما يقارب 1000 مهاجر خلال الأشهر الستة الماضية، ومن بينهم من هم مصابون بأمراض مختلفة. معاناة ليبيا مع أفواج المهاجرين تأتي بالتزامن مع ما كشفت عنه وكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس عن تراجع أعداد المهاجرين إلى إيطاليا عبر ليبيا بمقدار 81% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نسبة جاءت لتدل على دور حرس السواحل الليبي في إنقاذ المهاجرين عبر المتوسط وإرجاعهم إلى ليبيا في وقت ترفض فيه موانئ إيطاليا ومالطا استقبالهم. المسؤولة في منظمة العفو الدولية ماريا سيرانا طالبت بضرورة أن تتوقف الحكومة الأوروبية عن العبث بالأرواح البشرية، واصفة الموقفين الإيطالي والمالطي بالشنيعين والوحشيين على خلفية إغلاق موانئهما أمام المهاجرين. وتبقى ليبيا رهنة الأزمة ذاتها دون أي دعم فعلي يحد من تدفق المهاجرين، رغم كم الوعود المقدمة من حكومات الاتحاد الأوروبي.